احنا اليوم في مكان مميز، مكان مش بس لتعلم الفنون او للترفيه، لا كمان نقدر نفرغ في طاقتنا ونحسن من صحتنا النفسية. صحة نفسية؟ أيوان، أول ما بنسمع كلمة صحة نفسية يجي في بالنا إننا نروح لدكتور أو حتى الشخص يسمعنا. أنا كنت زيكم لحد ما سمعت عن ميوزك ثيرابي. العلاج بالموسيقى أو ما يعرف بالميوزك ثيرابي هي من الطرق العلاجية القديمة واللي يمتد تاريخها إلى عدة قرون. الموسيقى جدا مهمة في حياة الإنسان، من خلالها يقدر يعبر عن حاسيس الحزن والفرح والسعادة والغضب، مدى تفاعل العقل واستجابته. من خلال هذا المنظور نقدر نقيم أهمية الموسيقى في حياة الإنسان. وكمان بتساعد الموسيقى بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر من ضغوطات الحياة عند الكثير من الناس. على الصعيد النفسي أول ما يدخل الكلاس شوي متوتر بصراحة، لكن بعد ربع ساعة 10 دقائق يبدأ يسترخي، يعني لأنه مدى يبدأ يتفاعل مع الكلاس، نهاية الكلاس يعني يكون نتائج طيب. كنت متحمسة جداً لخوض التجربة وبالفعل بدأت أتعلم. وهنا كانت النتيجة. صراحة شعور مختلف، بتحس إنك رحت العالم تاني، والأغرب إنك بعد ما بتعزف مقطوعة موسيقية بتحس إنك كده مبتكر. وانتو كمان مشاهدينا تقدروا تعيشوا التجربة المميزة دي من خلال العزف على أي نوع من الآلات الموسيقية اللي تحسوا إنها أقرب ليكم.